تبدأ ب 9200 جنيه. تعرف على أسعار تذاكر العملة هذا الموسم. أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر العملة لشركات السياحة وذلك خلال الأيام القادمة وفقا لخطوط الذهاب والعودة، كما تم مراعاة الأسعار وفقا لاختيار اليوم. وبحسب المنشور قد تشهد الأسعار تغييرا وفقا لأي متغير في السوق خلال الشهور المقبلة، خاصة التي تشهد إقبالا كثيفا مع بدء عمرة المولد النبوي الشريف وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وجاءت الأسعار وفقا لخط السير في الذهاب والعودة القاهرة جدة القاهرة كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 9200 جنيه، وخلال الجمعة والسبت بسعر حوالي 9500 جنيه. وخط سير القاهرة جدة المدينة القاهرة كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 9600 جنيه، وخلال الجمعة والسبت حوالي 10000 جنيه. وخط السير القاهرة المدينة جدة القاهرة كل أيام الأسبوع بسعر حوالي 10500 جنيه باستثناء الخميس والجمعة والسبت بسعر حوالي 11000 جنيه.